والجنة والنار هما دار الجزاء والبقاء، هما دار الجزاء ودار البقاء. فهذه الجنة هي دار الجزاء للمحسنين المؤمنين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وجهنم هي دار الجزاء والبقاء للكافرين، وقد ذكرهم الله تعالى وخوفنا من عذابه ورغبنا في جنته وحببنا في جنته، وهكذا حثنا على أن نسعى إلى الجنة. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة. فلم يأمرنا أن نسير سيرا عاديا إسراعا، بل قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي تسابقوا سباقا، والسباق أقوى من الإسراع. بل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي بذلوا النفس والنفيس حتى تصلوا إلى الجنة. كل هذا يدل على عظم الجنة وعلو مكانتها واحتوائها على ألوان النعيم